يا هلا ويا مرحبا بالجميع، معاكم عبد الخالق الخاجة. اليوم راح نجرب بث تجريبي، وان شاء الله تتفاعلون معاي والاستفادة من بعض المعلومات المرورية التوعوية الثقافية عن السياقة على الطريق والسليمة. اتمنى تتابعون المحادثة هذه، راح تكون إن شاء الله قصيرة وتفاعلكم مهم جدا لي. راح أتكلم عن فنون السياقة على الطريق من كتاب فن السياقة على الطريق، ألا وهو خطط السائق. عندي خطط السائق موجودة في عقل السائق، ثلاث خطط يمشي عليها السائق. راح نشوف واحنا نمشي السيارة ان السائق يضع خطط على ثلاث: ما الذي يمكن رؤيته، ما الذي لا يمكن رؤيته، والظروف التي تتوقع حدوثها. ما الذي يمكن رؤيته؟ شو اللي تشوفه قدامك؟ شنو السيناريو اللي قدامك؟ نفرض انك بتروح على هالشارع، فبتنزل الى اليمين على انك بتروح منامة، فتمسك هاي المسار. اذا بغيت تروح سيدة تحول مسارك، ولكن بتبقى في هالمسار مجرد ان تعطي اشعار وانت رايح، فتشعر الناس هذا المؤشر الضوئي المنبه اشعار وليس امرا. تكلمت أنا، قلت إن ثلاث نقاط تتكلم فيها السائق يعرفهم: ما الذي يمكن رؤيته، شو اللي تشوفه يا سائق. النقطة الثانية: ما الذي لا يمكن رؤيته، والثالثة: الظروف التي تتوقع حدوثها. فأنت تمشي على هالشارع، شو اللي تشوفه؟ قلنا أشوف سيارة، ما أشوف إشارة ضوئية، اللي تشوفه أنت يكون في عقلك وتتكلم فيه داخل نفسك، او شنو تاخذ الاكشن ضده. بعض الشوارع لا يمكن رؤيته، او التقاطعات المحجوبة، شنو اتوقع يطلع من هالتقاطع؟ اتوقع ان سيارة تطلع عليه من الجانب اليمين او الجانب اليسار، تقاطع محجوب. اخذ احتياطاتي انه يمكن تطلع عليه سيارة، يمكن السيارة اللي قدامي ثقيلة يطيح منها شيء، ما شايلة وزن، شايلة شيء، إطارات، شايلة حجر كبير، قد انه يسقط منها شيء واتفاجأ فيه، او خروج اجلكم الله حيوانات بالشارع اتفاجأ فيه. هذه ما الذي لا يمكن رؤيته. النقطة الثالثة: الظروف التي تتوقع حدوثها. أنا من شوي مريت على شارع ما، وعقب شوي بمر، ولا قد يكون لا سمح الله حادث. دائما أمسك المسار الأيمن واللي أنا فيه، وأتقيد بالسرعة القانونية الصحيحة السليمة، اللي هو سرعة الشارع مهما كانت سرعته. أنا أتقيد بالسرعة القانونية، ما زيد على السرعة القانونية. هذه أشياء مهمة لازم على السائق دائما يفكر فيها. احنا نشوف المخرج اللي على اليمين، ان قد تكون هناك سيارة تطلع عليه. اذا كان بامكاني احول مساري الى المسار الوسطي، اوكي، ما في سيارات ابقى في مساري. ولكن إذا حسيت أن في سيارات تطلع من الجانب الأيمن، أحول مساري إلى المسار الوسطي، لأن عند اقترابي من مصدر خطر تكون السيارة في ثلاثة أوضاع، ثلاثة أشياء مهمة: correct position، correct speed، correct gear. المسار الصحيح والسرعة الصحيحة وناقل الحركة الصحيح. أكيد السيارات الحين الحديثة أوتوماتيك، فالسيارة راح تختار الجير المناسب.
دائما احافظ على المسافة اللي بيني وبين السيارة اللي امامي، تسمى 2 second distance، مسافة الثانيتين احافظ عليها ما اقترب، وهذه لصالح السائق في حالة فرملة السياق اللي امامك وفرملتك انت ما تصدم فيه. هاي مسافة الثانيتين. الرؤية الجيدة في المحيط الامامي، شنو قدامي اشوف، احصل على رؤية جيدة في المحيط الامامي. لو السائق اللي امامي طق بريك وطقيت بريك ما اصطدم فيه، واعطي الوقت للاستجابة حق السائق اللي وراي انه ما يصطدم بي. اذا في حالة تجاوزي وفشلي في سيارة وراي او في قدامي جايه، ارجع بسهولة. اذا كانت سيارة ثقيلة مثل هاي السيارة اللي قدامي، بامكاني رؤيتي في يعني في المناظر الجانبية. الحين نشوف على الجانب الايمن، هذه خروج السيارات من هني، فاذا كانت في سيارات وتشوفها من بعيد، حول مسارك بهدوء الى المسار الوسطي. اذا تأكدت خلو المسار الوسطي ما في سيارات، الحين بغيت اتجاوز اتأكد هل في مقدرة سيارتي التجاوز، مراية واعطي المؤشر 3 ثواني، البقاء هناك ما في سيارات، راح انتقل تدريجيا الى المسار الوسطي وانا رايح في مساري، لان سرعتي بتكون اكثر من السائق اللي امامي وانا متجاوز. تحديد المسارات اللي نشوفها يحدد لك المسار. تجاوزت، بامكاني ارجع الى المسار الايمن، مو ابقى هناك. تجاوزت ارجع مساري الايمن وابقى فيه وانا رايح، مو امسك المسار الوسطي وانا امشي كنا املك عن الشارع. الكل يملك هذه الشوارع ومشي بسرعة صحيحة، بسرعة قانونية سليمة، يطور من سياقته نحو الافضل لتفادي الحوادث والمخالفات. جيت عند نفق، وعند هاي النفق في عقب النفق انا ما ادري شنو فيه، هذه تعتبر مصادر خطر، الاشياء الثابتة، فاخذ احتياطي، اقطع البنزين، اقلل سرعتي. اذا كانت سرعتي 120 اسويها 100، اذا كانت 100 اسويها اقل من ذلك. في مخرج سيارات على الجانب الايمن، قد سيارات تطلع علي، فتأكد هل في سيارات راح تطلع علي؟ لا، فابقى في مساري كما هو. تأكدت ان في سيارات راح تطلع علي، احول مساري الى المسار الوسطي، لان قلنا المسار الوسطي هو المسار الصحيح لتفادي الحوادث. دائما نكون سياقتنا بهدوء وتروي وتركيز، لان المراقبة مع التركيز لا يمكن الفصل بينهم. دائما اتقيد بالتركيز والمراقبة، لان متوسط الكفاءة مو بعالي الكفاءة، 7 أحشار جزء من الثانية. فالواحد دائما يكون منتبه حق هذه السيارات اللي قد تطلع عليه فجأة. فنفرض انا رايح الكوبري اللي قدامي، لكن ما ادري شنو تحت، تعتبر من مصادر الخطر، فأتغير بالسرعة الصحيحة، أول شيء المسار ثم السرعة الصحيحة. إذا كان قلنا سرعتي عالية، أقلل من سرعتي، ثم اختيار الترس المناسب، وهي سيارة أوتوماتيك راح تختار الترس المناسب. نشوف المسار اللي على السيارات على اليمين، دخول سيارات من جانب الأيمن. إذا بإمكاني حول مساري إلى الوسطي، يعطي المؤشر 3 ثواني وتأكد ما في سيارات، وحول مساري إذا أمكن علشان ما أصطدم بالسيارات. في سيارات أبقى في مساري مع تخفيف السرعة، وانتبه إلى الجانب الأيمن ما في سيارات وأنا رايح. إذا حصلت المجال بإمكاني تغيير مساري، ولكن ما حصلت المجال الآمن عشان أغير مساري، فأبقى في المسار. أول شيء المسار الصحيح والسرعة الصحيحة
وناقل الحركة الصحيحة. والمسافة الأمان اللي بينك وبين السيارات اللي أمامك هي مسافة أمان ضرورية تسمى قلنا مسافة الثانيتين أو 2 second distance، في حالة الرطوبة، في حالة المطر، في حالة الضباب، في حالة الرؤية الغير جيدة أعطي 4 second distance، مسافة 4 ثواني. وهذه المسافة مهمة جدا لكل سائق، مو ألصق فيه ولا خصة إذا كانت الرؤية غير جيدة. هذه النقاط جدا مهمة إذا كنت بنحرف إلى جهة اليمين، بنفرض أطالع المراية وأعطي المؤشر جهة اليمين، لغة الطريق، لغة التخاطب، وأنسل تدريجيا مع بداية الطريق وأنا رايح. السرعة العالية تفقدني السيطرة، معالجة المنعطف هذه اللي نشوفها، سرعتي صحيحة فأبتدي بدون ما استخدم الفرامل وأنا رايح ما استعجل. أتمنى أن وصلت لكم الفكرة واستفاديتوا من هالفيديو لو مدة قصيرة، ولاقيكم إن شاء الله في فيديو آخر. مع تحياتي لكم، عبد الخالق خالد، وشكرا، مع السلامة. دقيقة دقيقة end now.